نروح لموضوع تاني، وفي اهتمام كبير جدا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، عشان كده بنشوف توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم وبعض الشركات الكبرى لزيادة عدد المدارس دي، واللي بتوفر طبعا بكل تأكيد تعليم فني متميز للطلاب وبتأهلهم كمان لسوق العمل، وهو ده المهم. خلونا نعرف تفصيل أكتر من الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. بكل تأكيد هو موضوع غاية في الأهمية، المدارس التكنولوجية، وإحنا كنا بنتكلم على مدار الحلقة في إن هذه المدارس بتؤهل حد إنه يخرج لسوق العمل متمكن، وفي نفس الوقت بيلاقي فرصة عمل. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن البروتوكولات اللي تم توقيعها بخصوص إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية. احنا الحمد لله الفترة الأخيرة وقعنا بروتوكولين آخر أسبوعين بس، واحد فيهم خاص بمدرسة البواخير اللي كانت توجيهات رئاسية إمام زيارة سيادة الرئيس ديسمبر اللي فات لقرية البواخير. توقعنا بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والجمعية التعاونية للبواخير وكمان صندوق تعليم حياة تابع لمجلس الوزراء، عشان ننشئ مدرسة من المدارس اللي هتسهم في إحياء الحقيقة صنعة أو يعني حرفة من الحرف اللي بتمتد عبر التاريخ المصري القديم، واللي يعني يرجع نشأتها يمكن لأكثر من 5000 سنة. دي أول مدرسة. المدرسة الثانية واحدة من المدارس المهمة جدا في مجال تصنيع البلاستيك والكرتونيات في السوهاج في صعيد مصر، عشان يبلغ عدد المدارس اللي موجودة في الصعيد بس 4 من إجمالي 46 مدرسة إن شاء الله هيكونوا هيخشوا العمل في العام الدراسي 22-23. أما السنة دي فإحنا عندنا 38 مدرسة عاملة في العام الدراسي 22-23. طيب عايزه اسال حضرتك، التقديم للمدارس دي هل في امتحانات قدرات؟ التقديم بيكون عامل ازاي؟ بالفعل يا فندم، في اولا الطالب لازم يكون حصل على شهاده الاعداديه، بيخش على الموقع بتاع الوزاره، بيقدم الكتروني وبيدفع الكتروني وقاعد في البيت كل حاجه وهو في مكانه، ومن ثم بيبدا يخش اختبارات القدرات وبعدين اختبار الذكاء، وبعد كده بيتم عمل انترفيو للولاد والبنات المدرسين لتخير الافضل ليهم عشان يلتحقوا بكل مدارس التكنولوجيا التطبيقيه ال 38 اللي داخلين العام الدراسي الحالي. عدد المتقدمين كبير يا دكتور عمرو، مع مساله المدارس التكنولوجيه الحديثه بقى في نوع من انواع الاقبال على التعليم الفني مع تطويره. الحمد لله لغايه دلوقتي لسه ما قفلناش باب التقديم. المرحله الاولى اللي هي الحد الادنى في المجموع الداخل 250-280، عدد المتقدمين حتى هذه اللحظه اكثر من 17,000 طالب. ان شاء الله بنتوقع طبعا يعني مزيدا من الطلبه مع المرحله الثانيه، لان المهم اجتياز الطالب الامتحانات، لان الطالب بس مش المجموع هو المعيار الوحيد، انما المقابله واختبارات الذكاء، ولازم يكون كويس في المواد العلميه في بعض المدارس، كويس في لغات مدارس اخرى، بالاضافه لان المدرسه دي حضرتك عارف انها بتاخد شهاده اعتماد دولي من احد الجهات الدوليه العامله في ذات المجال، وبالتالي الطالب لازم يكون متمتع بمجموعه من المهارات والسلوكيات المختلفه اللي بتؤهله للحمس والعمل. فاحنا بنختار طالب زي ما بنقول كده على الفرازه، وبالتالي مجموعه الاختبارات اللي هو يجب ان يتكلم عظيم. هم يعني احنا عندنا عقول كويسه، لكن الفكره انهم بيبقوا محتاجين حد يوجههم بس. يعني طبعا المدارس التكنولوجيه هي جديده في مصر، وانتشارها بهذا الشكل برضو دليل انه في متابعه من ناحيتكم للاقبال على هذه المدارس، ودي نقطه غايه في الاهميه. يعني لما لقينا ان في اقبال من الشباب عشان يدخلوا المدارس التكنولوجيه، بدانا ننشئ فروع جديده، والفروع بقت منتشره في كل محافظات الجمهوريه. الحقيقه هو المدارس دي حضرتك عارف بتعمل في مجالات مختلفه، يعني عندنا في مجال الاي تي، في مجال الذكاء الصناعي، في مجال التصنيع الرقمي، في مجال السيارات، في مجالات مختلفه. احنا بنحاول ان احنا بندعم الاقتصاد بتاع كل محافظه عن طريق المدرسه اللي بتعمل في نفس النشاط الاقتصادي اللي المحافظه دي بتقوم عليه.
وبالتالي التعليم الفني بيقوم بدوره في انه بيدفع عجله التنميه للاقتصاد المصري ككل. طبعا ده الى جنب لازم نقول ان الدوله بتوفر لاولاد الطلاب دول الحق المباشر بالكليات والجامعات التكنولوجيه المنتشره في الجمهوريه، اللي السنه دي هيكتملوا 9 جامعات، السنه اللي فاتت كان في 3، السنه دي هيضاف 6، وبالتالي ابنائنا وبنات الطلبه دول عندهم الفرصه ان هم يشتغلوا في سوق العمل وفي نفس الوقت يدرسوا في احد الجامعات التكنولوجيه اللي الدوله وفرتها ليهم لتحقيق اكبر قدر ممكن من الطموح لدى اي طالب لديه القدره على الوصول لاعلى نقطه في مجاله ان شاء الله، ويكون متمتع بكلا الميزتين. الميزه الاولى ان هو يقتحم سوق العمل في سن مبكره بتبلغ 15 عام، والميزه الثانيه ان هو يحقق طموحاته من خلال تكمله تعليمه او الاكتفاء بما حصل عليه من وظيفه. فالخيار هنا بيبقى للطالب نفسه طبقا لقدراته وطموحاته. هي مساله كمان توظيف هذه القدرات في المجال اللي هو بيظهر فيه مهاره ما، ومساله كمان انه يمكن كان الفارق في التعليم الفني قبل كده انه شويه كان نظري، المدارس التكنولوجيه احدثت طفره في مساله انه الطالب يطلع عنده حرفيه ومهنيه عاليه جدا في مجال معين، وكمان نوفر له فرصه عمل بالشراكات اللي اتعملت مع القطاع الخاص والشراكات الدوليه كمان لمساله الاعتمادات الخاصه بالشهادات. مظبوط يا فندم، واحنا عشان كده عندنا حته مهمه جدا، مش بس الناحيه العمليه بتكون اكثر من 65% من اجمالي الفتره اللي بيقضيها الطالب في الدراسه، ولكن كمان الحاجه المهمه ان احنا بنخلي هذا الجزء النظري المتبقي مرتبط ارتباط اساسي بالجزء العملي اللي هو بيعمله، يعني لازم يدرس العلوم النظريه اللي بتؤهله ان هو يفهم ويتفهم هو بيقوم بالجانب العملي باي كاسه. وبالتالي هو بيبقى عنده المهاره العمليه وعنده الجزء النظري المكمل ليها اللي يخليه يبدع ويبتكر، ودي النقطه الاساسيه اللي احنا مركزين فيها. الطالب عنده القدره على الابداع والابتكار، الطالب عنده القدره على اقتحام سوق العمل سواء كان في مؤسسه اذاعيه لهذه المدارس او من خلال اقامته المشروع الخاص للطلبه دي بتدرس مناهج رياده الاعمال على اعلى مستوى وبتدرس لغات مختلفه تمكنه من اقتحام سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. بكل تاكيد احنا بنشكر حضرتك الدكتور عمرو بوصيله رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي.